طبعا يا دكتوري لو قلت لك لو جبنا ايثين حطيناه في البسين عند 180 هيحصل ايه؟ طب لو قلت لحضرتك التين كبر الوي نوعها ايه؟ هتقول لي قول. طب لو جيت سالت حضرتك وقلت لك الفانكشن جروب بتاعه السلفوريك اسيد هي ايه؟ هتقول لي الشارع اللي وراه ده نوع دكتوري العزيز والغالي، انا عارف ان الكيمستري ماده طويله شويه وان مستواك فيها بدا يتهز شويه وبدات التفاصيل فيها تزيد قوي، عشان كده عملنا لحضرتك خطه الرومنتات. مراجعه 12 محاضره فري هينزل معظمهم لحضرتك في شهر رمضان، هنراجع كل المنهج بكل التفاصيل اللي جواه، هنفكرك بكل جزئيه سمعتها وذكرتها قبل كده، وكمان هنحل مع حضرتك اكتر من 1000 سؤال. يلا بسرعه كده خش على القناه بتاعتنا، قناه اليوتيوب The System in Chemistry، واشترك وتابع معانا كل الفيديوز اللي احنا هننزلها.